إذا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من ضواحي ستارت، يعني من السوق الأسبوعي قيصر. كما كتشوفوا معنا أجواء ديال الخضر، غادي نشوفوا الأثمنة ديال الخضر والجودة ديالها في السوق الأسبوعي قيصر. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، على هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي قيصر. الخضر الموسميه بحال السلاوي، بحال يعني سبرجل. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، على هذا البث المباشر. شحال الثمن ديال الخضرة؟ 6 ديال الدراهم، خايزو شحال؟ لا بغيتي تبيع غير حاجة وحدة شحال؟ يعني كتبيعو كلشي ب 6 دراهم الكيلو. كما كتشوفو معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الثمنة هنايا 6 ديال الدراهم في السوق الأسبوعي قيصر. العنب شحال؟ 8 دراهم. العنب 8 دراهم. 8 دراهم. التفاح راه 7 دراهم. الخضره راه مدايره 100 ريال، 4 دراهم. الخضره اللي زايدين فيها. انا في 6 دراهم دابا. زايدين فيها، هي كطيح عليهم 70 ريال 80 ريال كاع، هذا هو المجهود. شحال طيح؟ العنب احنا واخدينهم 140. شحال كتبيع فيه؟ الفرانك 180 170. كتزيد 2 دراهم. 2 دراهم كيبقى عندك ذاك المحتحت. كيبقى الاخر. الاخر الاخر. كتقطيع فيه تا هو درهم، وكيما حنا كتقدر تلاقى مع ديك 100 درهم ولا 150 درهم. كيفاش؟ المواطن البسيط لا كيشري، ويلي المواطن كياخذ العنب وياخذ التفاح. المواطن دابا ما باغي والدرويش هو كيدي. الدرويش كنخلي له يصدر الحتحت 4 كيلو، كيديها بالفرانك 300 4 كيلو. ذاك الاخر ديال العنب كتفاهموا معاه الدرويش مزيان، حتى هو كيستافد. ايوا واحد كيدي حقه من هنايا، فهمتي؟ لا قضيه بخير. كلشي كيستافد، كاين ذاك اللي مدور كيدي التوجيه، كاين داك لي شويه وكان كيدي، وكاين داك لي مقودي عليه كيجي يدي الكروش ديال الصنادق، فهمتي؟ كاين 5 كيلو 6 كيلو عطاك فيها الفرانك 300 ويعمر يدي لولادو تا هو اللي ما عندوش. شكرا لك، الله يحفظك، انت بخير. تهلا ليا في راسك. الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي قيصر. هل
كما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي قيسر، يعني الثمن ديال الخضر هنا في السوق الأسبوعي قيسر كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. شحال الثمن ديال الخضر؟ على 7 دراهم 6 دراهم. شوف شحال؟ 7 دراهم 6 دراهم. يعني شنو كاين عندك في الخضر؟ وهنا كاين كلشي موجود. شنو موجود؟ الطاطا، الخيزو، السلاوي، الدنجال، الفلفل. الخضر الموسمية شنو كاين فيها؟ الطاطا، الخيزو، المطيشة، البصلة، هما الحوايج. السلاوي يا مناسبات. خضر موسمية يعني. موسمية. يلا كيول. لا كاين فهمتي، عام الشوم كان حيد. ولكن دابا من بلاد الحال دابا موجود الحمد لله. يعني كاين إقبال درويش كيتقدر؟ يتقدى حتى هو يمشي على قد حالو فهمتي، بحال مثلا الله بغى يتقدى مال كيتقدى 20 كيدي 14 12 فهمتي، كينقص من كينقص من الطوناج. يعني شحال كطلع المواطن البسيط يعني بالطاح؟ هو خويا شغنقول لك هادشي كله على علاش كيمشي فهمتي، كاين الغلا خاصو 10000، هذا اقصى واحد خاصو 40 فرن 40 فرن. هو بغى يتقدى شي تقضية هي، هو لا بغى يتقدى شي تقضية هي، هذيك خاصو 1000 درهم. هاد الخضرة ديال هاد المنطقة ولا ديال شي بلاصة أخرى؟ لا هادي ديال هاد المنطقة، بحال خيزو دابا ديال الشلوح ما عندناش هنا، بعض ديال البلاد، سلاوي ديال البلاد، بالنسبة للبصلة دابا ديال فاس. البصلة ديال فاس؟ ديال فاس. شحال الثمن ديالها؟ البصلة خويا كناخذوها ب 4 درهم ونص. شحال كتبيعوها؟ كنبيعوها هنا ب 6 درهم. اش كنبيعوها؟ شكرا لك. ماشي مشكل. أرخص خضرة هنا شنو هي؟ وكلشي غالي. ما كاينش رخيص. لا والو كلشي غلا. خيزورة ولا 160؟ خيزورة 160 بالجملة. بالجملة؟ اه. كتبيعوا؟ كنبيعوا من الخضرة، كندخلها كلشي. إلا بغيتو بوحدو مثلا؟ بوحدو 10 دراهم. 10 ديال الدراهم؟ 10 دراهم. ولكن هنا غالبا كيديو كلشي. اه يعني ما كيجيش شي واحد ياخذ كيلو؟ لا لا هنا غالبا كيديو كلشي فهمتي؟ كلشي كيديو. يعني أنتم عندكم كاينة خسارة ليكم أنتم ولا كاين رباح؟ ومرة مرة. كل نهار ورزقهم. فهمتي؟ كل نهار ورزقهم، ملي كيكون السوق عامر. تباع الخضرة تحلق شوية الله يجعل البركة، ملي يكون السوق بحال مثلا بنادم اللي كان هارب للبحر مع الدراري كيمشيو يقراو داك الشيء يكون السوق شوية خاوي فهمتي، ما كيكون ناقص. بحال دابا الحمد لله ملي يرجعوا الدراري للقراية دابا السوق عقب كيما كاين. شكرا الله يحفظك الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي قيسر، إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.